هو علم من أعلام التابعين ورجل من أفذاذ المسلمين، حاد الذكاء، فطن شديد النباهة، شغوف بالعلم. أقبل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهل من هديهم، فحفظ القرآن الكريم والحديث الشريف وتفقه في الأحكام وتنوعت علومه. التابعي الجليل محمد بن سيرين ولد في أواخر خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. نشأ في المدينة وتربى في بيت ينتشر فيه الورع والتقى والزهد، وكان يخرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتقي بأصحاب النبي الكريم من أمثال أبي هريرة وعمران بن الحصين وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فأقبل عليهم ينهل من علمهم بكتاب الله عز وجل، ويأخذ من فقههم بدين الله، ويسمع روايتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فملأ عقله حكمة وعلما، وغمر نفسه تقا وصلاحا. ثم انتقل مع أسرته إلى البصرة واتخذها موطنا له، وبدأ محمد حياته الجديدة في البصرة، فجعل شطرا من يومه للعلم والعبادة، وشطرا آخر للكسب والتجارة. فكان إذا أقبل الفجر غدا إلى مسجد البصرة يعلم ويتعلم، وإذا ارتفع النهار مضى إلى السوق يبيع ويشتري، وإذا صار الليل عكف على قراءة القرآن وبكى من خشية الرحمن بدموع عينيه وقلبه حتى يشفق عليه أهله وجيرانه. كان إذا خرج إلى السوق للتجارة لا يفتأ يذكر الناس بالآخرة ويرشدهم إلى ما يقربهم إلى الله تعالى، وقد وهبه الله عز وجل هديا وسمتا. فكان الناس إذا رأوه في السوق وهم غارقون في الغفلة انتبهوا فذكروا الله عز وجل وهللوا وكبروا ويقول: إنها ساعة غفلة الناس. كان إذا عرض له أمران في تجارته أخذ بأوثقهما في دينه، ولو كانت فيه خسارة تصيب دنياه. كان مجلس ابن سيرين مجلس خير وبر وموعظة، فإذا ذكر عنده رجل بسيئة بادر فذكره بأحسن ما يعلم من أمره. ولقد شاء الله عز وجل أن يبتلي صدق محمد بن سيرين وصبره. اشترى ابن سيرين ذات مرة زيتا ب40,000 مؤجلة، فلما فتح أحد وعاء الزيت وجد فيه فأرا ميتا، فقال في نفسه: إن الزيت كله كان في المعصرة في مكان واحد، وإن النجاسة ليست خاصة بهذا الوعاء دون سواه، وإني إن رددته للبائع بالعيب فربما باعه للناس ثم أراقه كله. وقد وقع ذلك في وقت كان يشكو فيه من خسارة كبيرة حلت به، فركبه الدين وطالبه صاحب الزيت بماله فلم يستطع سداده، فرفع أمره إلى الوالي فأمر بحبسه حتى يسدد ما عليه. فلما صار في السجن وطال مكوثه فيه أشفق عليه السجان لما علم من أمر دينه وما رأى من شدة ورعه وطول عبادته، فقال له: أيها الشيخ، إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك وبت معهم، فإذا أصبحت فعد إلي واستمر على ذلك حتى يطلق سراحك. فقال له: لا والله لا أفعل. فقال السجان: ولم هداك الله؟ فقال له: حتى لا أعاونك على خيانة ولي الأمر. ولما احتضر أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى بأن يغسله محمد بن سيرين ويصلي عليه، وكان ما يزال سجينا. فلما توفي جاء الناس إلى الوالي وأخبروه بوصية صاحب رسول الله وخادمه، واستأذنوه في أن يخلي سبيل محمد بن سيرين لإنفاذ الوصية، فأذن لهم. فقال لهم محمد: لا أخرج حتى تستأذن صاحب الدين، فإنما حبست بما له علي من الحق. فأذن له الدائن أيضا. عند ذلك خرج من سجنه فغسل أنسا وكفنه وصلى عليه، ثم رجع إلى السجن ولم يذهب لرؤية أهله. عمر محمد بن سيرين حتى بلغ 77، وانتقل إلى ربه خفيف الحمل من أعباء الدنيا كثير الزاد للآخرة.